مضافة بني معروف والتي تمتاز بالإرث التاريخي والطراز المعماري والتي تحافظ على هويتها ما زالت تحكي وتقص علينا أجمل القصص والعادات والتقاليد. بقول إن جاد حظك باع لك وشرى لك ويحفظك بالشان وتصير من الناس، وإن غاب حظك يكرهنك رجالك ويعيب غرسك يا فتى الجود الأساس. ولا تأخذ اللي تبعدك عن عيالك، هات النبوها طيب والأمن وماس، ولا تخاف إلا من عواقب أعمالك الصياد شايل نيته قبل الأخواس. أذكر بعض العادات أو أتكلم عن ما يجري هنا في أم القطين من أخوة صادقة بين أبناء المنطقة كاملة، أخوة عميقة منذ القدم. أفراحنا أفراح بني معروف، يعني أقصد نفس أفراح أبناء المنطقة هنا بالعادات والتقاليد، نشارك بعضنا البعض ونحتفل مع بعضنا البعض بالزواج وبمناسبات أخرى، ونشارك في بعض العادات والتقاليد مثل الدفن والموتى، وعاداتنا موحدة، ونشارك العزاء ونشاركهم بالأفراح والأطراح. بالنسبة للعادات والتقاليد، في عنا اجتماعات يمكن العيلي كانوا آل الصفدي أو آل البريحي أو آل بلطيف، يعني في عادات وتقاليد بالنسبة تماسك بين بعضنا. الطراز المعماري البازلتي له طابع خاص يحمل بين طياته أجمل الحكايات، ويمتاز بالدقة الهندسية والحرفية التي تميزه عن غيره. المضافات اللي تربينا عليها، ومضافات كثيرة عمرها من 170 سنة 120 سنة، مضافات عريقة وموجودة لتاريخ اليوم. نحن بمضافة العم أبو زياد توفيق الصريخي كل الكرامة والطيب، ونحن منقول أهلا وسهلا فيكم، وكلياتنا بهالبلد مكملين لبعضنا، عوايدنا وتقاليدنا كلياتنا تقريبا نحن شبه متساويين بكل معنى الكلمة، لكن نحن كبني معروف نختص بميزية تقريبا من عدور أهلنا، ولسه نحن بعدنا محافظين عليها. يعني من ناحية الجمال أو التراثي، العمار الحجري القديم، طبعا نحكي بالعصور تقريبا من 100 عام من بنة المضافي، يعني كانت الناس تشتغل بهذا المهني أو العمار بهذا المهني كان متعب وبده فن، وبده بقولوا مثلا الحجر بطيع لبني معروف، بطيع لبني معروف لأنه كانوا هم يعرفوا يتعاملوا معه بطريقة إيجابية أكثر. احنا مجتمع زي اي مجتمع بالبادية، عندنا كل مجتمع فيه ممكن يكون فيه اختلاف بسيط جدا، افراحنا واحزاننا كلها مشتركة واحد، ولكن في عندنا شغلة بالنسبة للافراح. اول على ايام اللي كانت البنت لا تستشار، اليوم بعد الاتفاق بين الاهل تم اتفاق عشائري على مستوى العشيرة وسموه الميثاق. الميثاق هذا بنص على المهر والذهب والمؤخر والمقدم. وغالبا يوم تجي الجاهة الكريمة وتطلب بنت احدى الاشخاص، فبيركزوا على مطالبكم، فيكون رد ابو العروس الاغلب نحن نلتزم بالميثاق. يقول له وضح، يقول له الميثاق المتفق عليه المقدم ليرة أردني، والذهب 500 أو 1000، والمؤخر 1000 دينار، وإذا إلكوا نصيب إن شاء الله مبروك.